الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. هذا مجلس من مجالس الفقه في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في آخر مجلس إلى قوله رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة معناها القصد، أن يقصد الإنسان إلى شيء يتوجه إليه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا إلى الماء الخبيث فتتصدقوا منه. أما التيمم في الشرع وهو الذي سندرسه الآن، فهو مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص بنية مخصوصة كما سيأتينا. والتيمم عزيمة ليس رخصة، ومن ثم فيجوز للإنسان أن يترخص أو أن يستعمل التيمم ولو كان في سفر عاصيا فيه، لأنه من العزائم. وله شروط كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح بشروط ثمانية. أولها النية، لأنه عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وستأتينا إن شاء الله كيفية هذه النية، يعني ما الذي ينويه، ستأتينا المسألة بعد قليل. قال: والإسلام، فلا يصح التيمم من الكافر، لأن الكافر ليس أهلا للعبادة. والعقل، فلا يصح من المجنون. والتمييز، فلا يصح من الصغير قبل بلوغه سن التمييز، لأن العقل والتمييز لا بد منهما ليصح القصد، لأنها عبادة والعبادة لا بد فيها من قصد. ففاقد العقل أو فاقد التمييز ليس له قصد صحيح. والاستنجاء أو الاستجمار، يعني ومن شروط التيمم أن يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار قبله إذا كان يحتاج إلى استنجاء. إذا كان يحتاج إلى استنجاء فلا يصح أن يتيمم إلا بعد أن يستنجي. أما إذا كان لا يحتاج إلى استنجاء فليس من شروط التيمم الاستنجاء، إنما مراده الترتيب بينه وبين الاستنجاء إذا كان يلزمه الاستنجاء. ثم قال: السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. يقول: من شروط التيمم دخول الوقت، فلا يصح أن يتيمم قبل دخول الوقت. فمثلا إذا أراد أن يتيمم لصلاة الظهر، فلا يصح أن يتيمم لهذه الصلاة قبل أن يدخل وقت الظهر، قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، لا يصح. ولو تيمم قبل دخول الظهر فإنه يلزمه أن يتيمم مرة أخرى بعد دخول الوقت إذا أراد أن يصلي، فلا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت. لماذا لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت؟ قالوا: لأن التيمم ضرورة، يعني أبيح للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وقبل دخول الوقت ليس هو مضطراً لهذه الطهارة، لكن بعد دخول الوقت تجب عليه العبادة فيصبح مضطراً لها. واستدلوا أيضاً بظاهر الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالله تعالى أمر بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة، ولا يصح أن يقال قام إلى الصلاة إلا بعد دخول الوقت. خرج الوضوء من الآية بالإجماع بدلالة الأحاديث، والإجماع منعقد عليها أنه يجوز للإنسان يتوضأ قبل دخول الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فدل هذا على أن الوضوء يجوز أن يكون قبل دخول الوقت. خرج الوضوء من الآية وبقي التيمم على ظاهر الآية أنه لا يصح إلا إذا قمنا إلى الصلاة. وهذه المسألة وغيرها من المسائل الكثيرة لاستثناء مبنية على مسألة مهمة في باب التيمم ينبغي أن نعرفها قبل أن نخوض في المسائل، وهي:
هل التيمم يرفع الحدث عن الإنسان المتيمم؟ هل يرفع عنه الحدث مثل ما يفعل الوضوء أو الغسل من الجنابة؟ سبق معنا أن الوضوء يرفع الحدث، والاغتسال من الجنابة أيضا يرفع الحدث، فهل التيمم يرفع الحدث مثل الوضوء والغسل، أم أنه فقط يبيح للإنسان أن يصلي لكن الحدث لا يزال موجودا فيه، لا يزال متلبسا بالحدث؟ الحنابلة يقولون التيمم لا يرفع الحدث، يبقى الإنسان محدثا، لكن يباح له بالتيمم أن يفعل ما لا بد من الطهارة له أو ما تستحب له الطهارة. فالتيمم إذن مبيح فقط وليس رافعا للحدث، الإنسان لا يزال محدث. والدليل على أنه لا يزال محدثا حتى بعد التيمم قالوا الأحاديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب، يعني التراب، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني يجوز له أن يبقى يتيمم طول السنوات إذا لم يجد الماء، طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فأمره حينما يجد الماء أن يستعمل الماء لرفع الحدث، فلو لم يكن محدثاً ما أمره باستعمال الماء. قالوا فدل هذا على أن التيمم لم يرفع الحدث، الحدث باق. وأيضاً ثبت في الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه بتيمم من الجنابة، كانوا في غزوة ذات السلاسل والجو بارد، فلما أصبح الصباح أصبح جنبا فخشي على نفسه التضرر باستعمال الماء، فتيمم وصلى لأنه كان القائد وصلى بالناس. فلما رجعوا شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم بالتيمم فقط مع أنه كان جنبا، فقالوا صلى بنا وهو محدث. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، لكن الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه جنبا، قال أصليت بأصحابك وأنت جنب مع أنه كان قد تيمم. فدل هذا كما يقول الفقهاء على أن التيمم لم يرفع عنه الحدث، الحدث باق. إذا فهمنا هذه المسألة ترتبت عليها مسائل كثيرة كما ستأتينا. التيمم إذن عند الحنابلة لا يرفع الحدث، الحدث باق، وإنما التيمم أباح له الصلاة، لو لم يتيمم ما جاز له أن يصلي، لو لم يتيمم ما جاز له أن يمس المصحف، وهكذا. فالتيمم مبيح لا رافع، وإذا كان مبيح، إذا كان يبيح فقط، فتترتب على ذلك مسائل، من هذه المسائل أنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، لأنه لو كان يرفع الحدث لجاز قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت. يقول فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها عدا أوقات النهي، ففي وقت النهي لا يصح أن يتيمم لصلاة نافلة. صلاة الكسوف وقتها حينما يحصل الكسوف، صلاة الجنازة وقتها يبدأ بالانتهاء من تغسيل الميت، وهكذا كل صلاة لها وقت، إذا دخل وقتها جاز له أن يتيمم لها. قال فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع من الشروط تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في آية الوضوء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاشترط لصحة التيمم ألا يجد الإنسان الماء، ألا يجد الماء. وهذا يستلزم أن يبحث عن الماء، لأنه لا يوصف بأنه لا يجد ماء إلا إذا بحث وطلب، فيلزمه أن يبحث عن الماء، يطلب الماء،
يطلبه في كل مكان قريب منه، قريب عرفا، بحيث لا يتضرر بالبحث عنه، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. هذه الحالة الثانية، وهي العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء. إذا كان الإنسان مريضا مثلا يتضرر باستعمال الماء، فإنه يباح له أن يعدل عنه إلى التيمم. كيف يعني يخشى الضرر؟ يخشى الضرر بالنسبة للمرض كأن يزيد وجع المرض إذا استعمل الماء، أو تطول مدة المرض إذا استعمل الماء، أو يحدث مرض أصلا، مرض غير حادث لكنه لو استعمل الماء سيحدث مرض، كما فعل عمرو بن العاص لأنه خشي من البرد، فلو استعمل الماء أصيب بمرض، فهذا مرخص له في أن يعدل عن الماء إلى التيمم. أيضا من أنواع الضرر أن يخشى العطش، لو استعمل الماء أصيب بالعطش الشديد هو أو أحد من رفاقه إذا كان في رفقة، أو حيوان محترم كما سيأتينا، حيوان يعني لم نؤمر بقتله، حيوان لم نؤمر بقتله، فإذا احتاج الماء للعطش أو احتاجه للطبخ أو احتاجه لسقي البهيمة، ففي هذه الحالات يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأنه لو لم يتيمم حصل الضرر، والشريعة قائمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. إذا وجد الماء وكان بجانبه إنسان عطشان، أو وجد بجانبه بهيمة تحتاج إلى شرب هذا الماء، يقول يجب عليه أن يبذل الماء، يجب عليه أن يبذل الماء، لأن فيه اعتاق إنسان من الهلاك من الموت، وهذا واجب، فيجب عليه أن يبذل الماء ويتيمم. وهذا البذل للماء يجب أن يبذله بثمن، بمقابل يعني، ولو كان المقابل دينا، يعني لا تكلفه الشريعة بأن يبذل ماءه بالمجان بغير مقابل، له أن يطلب المقابل، لكن يجب عليه أن يبذل الماء، ولا يجوز له أن يمتنع بحجة أنه يحتاج هذا الماء للطهارة. فإنقاذ النفس من الهلاك، النفس المحترمة كما قلنا، النفس المحترمة يعني التي لم يأمر الشرع بقتلها أو ينهى عن قتلها، والإنسان الأصل فيه أنه محترم، يعني نفسه لها حرمة، ولم يبح الشرع قتل النفس الإنسانية إلا لأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. من وجد ماء لا يكفي للطهارة، الماء الموجود قليل لا يكفي لكل الطهارة، فإذا كان عليه حدث أصغر فيحتاج ماء ليغسل به أعضاء الوضوء مرة مرة، لأن المرة فرض والثانية والثالثة سنة، فإذا كان الماء الموجود يكفي لغسل الأعضاء مرة مرة، فيجب عليه أن يستعمل الماء مرة مرة، ولا يجوز أن يثني في بعض الأعضاء حتى لا ينفد الماء. لكن إذا كان الماء الموجود لا يكفي للأعضاء ولو مرة مرة، يعني لو استعمله كفاه مثلا لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وستبقى الرجلان، يقول المؤلف: يجب عليه أن يستعمل الماء أولا، يجب أن يستعمل الماء الموجود، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يستعمل هذا القدر من الماء، فإذا استعمل هذا القدر الموجود من الماء أصبح عادما بعد ذلك، لا يجد ماء، والعادم للماء أمره الله تعالى بأن يتيمم، فيتيمم عن الباقي، يتيمم عن الرجلين. قال: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة التيمم لخوف فوت الوقت، لخوف خروج الوقت، ضاق الوقت، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ ذكر لنا رحمه الله تعالى صورتين في حق المسافر، فيقول: إن وصل المسافر إلى الماء
يعني أصبح قريبا من الماء كما يمثل الفقهاء قديما، وصل إلى نحو بئر، يعني موجود الماء لكنه لو استعمل الدلاء ليخرج الماء مثلا فإن الوقت سيخرج، لن يبقى وقت لأن يستعمل الماء ويكفيه ليصلي الصلاة، سيخرج الوقت لو استعمل الماء. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول يتيمم ليصلي في الوقت، يتيمم ليصلي في الوقت. هذا إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا. الصورة الثانية التي ذكرها وهي أيضا للمسافر، قال أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، الماء موجود ولكن الناس في طابور عليه ولن يصل دوره هو، لن تصل إليه النوبة إلا وقد خرج الوقت، إذن لا يتمكن من أن يستعمل الماء ويصلي في الوقت، فيقول يتيمم ليصلي في الوقت. هذا كله في حق المسافر. والشروح تذكر صورتين أخريين أيضا للمسافر، فمجموع الصور أربع. لماذا خص هذا الحكم بالمسافر؟ لأن المؤلف قال بعده وغيره لا، الضمير في كلمة غيره وغيره، يعني غير المسافر. من غير المسافر؟ المقيم الحاضر. فالحاضر لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت، يعني يجب عليه أن يطلب الماء ويبحث عن الماء ويستعمل الماء ولو خرج الوقت. المسافر فقط هو الذي رخص له في هذه الحالات التي سمعتموها. إذا كان لو استمر في الوصول إلى الماء فإن الوقت سيخرج، لن يسعه لاستعمال الماء والصلاة. لماذا خص المسافر بهذا الحكم؟ قالوا استصحابا للحال في حق المسافر، يعني المسافر الأصل فيه أنه غير واجد للماء، هذا هو الغالب في أحوال السفر. عندما يكون الإنسان ماشي قاطعا للأرض في السفر فالأصل أنه لا يجد ماء، فاستصحب الفقهاء ذلك الحال وقالوا يجوز له أن يتيمم لأنه إلى الآن لم يقدر تماما على الماء الموجود. أرجو أن تفهموا هذه الجزئية وهي جزئية دقيقة. قال وإن وصل المسافر إلى الماء، وإن وصل المسافر إلى الماء، يقصد وصل لكن ليس الماء في متناول يده بحيث يغرف الماء ويستعمله، لأنه لو وصل إلى هذه الحالة فيصبح مثله مثل غيره من الواجدين، يلزمه أن يستعمل الماء. لكن الفقهاء يفكون هذه العبارة، إذا وصل إلى الماء كما قلت لكم كما لو كان مثلا أشرف على بئر والماء في البئر، هذا لو استعمل الدلاء من أجل أن يخرج الماء سيضيق عليه الوقت ويخرج الوقت، فيقولون هذا نبقيه على حالته التي كان عليها قبل أن يقترب من الماء، قبل أن يقترب من الماء كان عادما للماء، فنحن نستصحب الحال السابقة ونبقي على الحال السابقة فنقول له تيمم وصلي في الوقت. أما الشخص الحاضر غير المسافر الموجود في البلد أو المسافر الذي وجد الماء وصل الماء والماء في متناول يده، فهذا لا يقال له إذا ضاق عليه الوقت تيمم من أجل أن تصلي في الوقت، لأن الله تعالى شرط للتيمم عدم وجود الماء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولذلك قال المؤلف وغيره لا ولو فاته الوقت، يعني غير المسافر في الصور التي ذكرناها لا يتيمم ولو خرج الوقت، فإنه يؤمر بأن يستعمل الماء ويصلي بعد ذلك ولو خرج الوقت. قال ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. من في الوقت أراق الماء، يعني أفسد الماء، أذهب الماء بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الصلاة، بعد أن أذن الناس مثلا للظهر دخل الوقت زالت الشمس، كان لديه ما يكفيه للوضوء أراقه وهو يعلم أنه لن يجد ماء، أراقه وهو يعلم أنه لن يجد ماء آخر يتوضأ به، قال أراقه ومن في الوقت أراق الماء أو مر به، يعني مر شخص بالماء بعد دخول وقت الصلاة
ولم يتوضأ، تجاوز الماء، ترك الماء وراء ظهره ولم يتوضأ، مع أنه يعلم أنه لن يجد ماء بعده، أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، يعني هذا الفعل الذي فعله حرام، حرم عليه أن يفعل هذا، يحرم عليه أن يريق الماء بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لن يجد غيره، يحرم عليه أن يمر بالماء ولا يتوضأ وهو يعلم أنه بعد هذا الماء لن يجد ماء، ففعله هذا حرام لأنه ترك واجبا عليه. لكن لو فعل ذلك ماذا يفعل بعد ذلك بالنسبة للصلاة؟ يقول يتيمم ويصلي، لأنه ينطبق عليه قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، في حال الصلاة هو غير واجد للماء، فيؤمر بالتيمم، يعني يؤمر بأن يتوب، يؤمر بأن يتوب من فعله السابق لأنه فعل حراما فيجب عليه أن يتوب، ويؤمر بالصلاة وتصح هذه الصلاة، قال لم يعد، يعني تصح صلاته بذلك التيمم كما قلنا لانطباق الآية عليه. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. شخص محدث حدث أصغر أو حدث أكبر وعلى بدنه وثوبه نجاسة، يعني وحال هذا المحدث، هذه جملة اعتراضية، ببدنه وثوبه نجاسة، هذه جملة كاملة اعتراضية، جملة حالية، يعني والحال أن عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه أو كلاهما، والماء لا يكفي لهذه الطهارات الثلاث، الآن عنده ثلاث طهارات، طهارة رفع الحدث، وطهارة البدن من النجاسة، قال على بدنه نجاسة، وطهارة الثوب من النجاسة، على ثوبه نجاسة، ثلاث طهارات يحتاجها، والماء لا يكفي، إما لا يكفي للثلاث وإما يكفي لواحدة فقط ولا يكفي لاثنتين، فماذا يفعل؟ قال وجب غسل ثوبه، هذا الترتيب الآن كيف يرتب، بماذا يبدأ بالنسبة للماء؟ يبدأ بالثوب بتطهير الثوب، ثم تطهير البدن من النجاسة، ثم التطهر من الحدث، فيبدأ أولاً باستعمال الماء في تطهير الثوب بأن يغسله الطهارة التي سندرسها إن شاء الله في كيفية تطهير النجاسة، فإذا انتهى الماء بعد ذلك يعدل إلى التيمم، إذا بقي شيء من الماء يستعمل الماء هذا في تطهير البدن من النجاسة، فإن بقي ماء استعمله في الوضوء، إذا لم يبق ماء يتيمم. لماذا رتبوه على هذا النحو، على هذا الترتيب؟ لأن تطهير الثوب من النجاسة ليس له بديل، تطهير الثوب لا يكون إلا بالماء فليس له بديل، أما تطهير البدن من النجاسة أو استباحة الصلاة مع وجود الحدث يمكن أن يكون بغير الماء، للماء بديل وهو التراب، فهو يبدأ بالشيء الذي لا بديل له وهو تطهير الثوب، ثم ينتقل إلى الثاني وهو تطهير البدن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوضوء. قال ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم، يعني إذا لم يبق ماء يكفي لتطهير بدنه من النجاسة ولا يكفي أيضا للوضوء، فإنه يبدأ قلنا بتطهير البدن، فإذا لم يجد أصلا ماء لتطهير البدن من النجاسة، الماء كله استعمله في تطهير الثوب، يتيمم، لكن سندرس الآن بعد قليل أنه يتيمم لتطهير النجاسة من البدن، يعني مثلا
على فخذه، على فخذه قطرات من البول، وقعت على فخذه قطرات من البول، فهذا نقول على بدنه نجاسة، على بدنه نجاسة. وقعت على ثوبه قطرات من البول، هذا نقول على ثوبه نجاسة، وهو مع ذلك قد بال، يعني عليه حدث، عليه حدث. الماء الموجود لا يكفي لغسل الثوب وغسل الفخذ من الإيش؟ من البول، واستعماله في الوضوء. بماذا يبدأ؟ يبدأ فيغسل الثوب، يعني مكان النجاسة من الثوب، فإن بقي شيء من الماء غسل الفخذ التي عليها النجاسة. إذا لم يبق شيء من الماء أصلاً بعد غسل الثوب، ماذا يفعل؟ يتيمم عن الأمرين، يتيمم عن النجاسة التي على فخذه، ويتيمم من الحدث، ويتيمم من الحدث. ولذلك أخرناه بعد الثوب، أخرنا تطهير البدن وأخرنا الطهارة من الحدث بعد الثوب، لأن كلاهما له بدل، بخلاف غسل الثوب فليس له بدل. قال: ويصح التيمم لكل حدث، يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يصح أن يتيمم من عليه وضوء لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله، وأراد شيئاً مما يحتاج إلى طهارة وجوباً أو استحباباً فيتيمم، وهذا بالإجماع. وكذلك من عليه حدث أكبر كالجنابة، واحتاج أن يصلي أو يقرأ القرآن أو شيئاً مما تستحب له الطهارة، يستحب له الاغتسال، أيضاً يتيمم، فيتيمم لكل حدث. وعلى هذا دلت الأحاديث. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الحنابلة عندهم هذه المسألة، وهي مشروعية التيمم، مشروعية التيمم للنجاسة على البدن، للنجاسة على البدن. إذا كانت النجاسة على البدن ولم يجد ماء يغسلها به فيتيمم بدل هذه الطهارة، يتيمم بدلاً عن هذه الطهارة. كيف يا جماعة يتيمم بدل طهارة البدن من النجاسة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور، طهور المسلم، طهور المسلم يعني طهور لبدن الإنسان المسلم، سواء من الحدث أو من النجس. فكما يتطهر من الحدث بالتراب، كذلك يتطهر بالتيمم من وجود النجس على بدنه. فقاسوه إذن على الوضوء واستدلوا بهذا الحديث. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. هنا شرطان، شرطان للتيمم بسبب النجاسة على البدن، شرط ذكره المؤلف وشرط لم يذكره. الشرط الذي ذكره المؤلف قوله: بعد تخفيفها ما أمكن، يعني يحاول أن يقلل من هذه النجاسة قبل أن يتيمم بسببها. فلو كانت عليه مثلا نجاسة لها جرم، مثلا دم متجمد، دم متجمد على البدن، وهو دم كثير يعني غير معفو عنه، دم كثير متجمد على البدن، لو لم يجد ماء أن يغسل هذه النجاسة هم يقولون له تيمم، لكن يقولون له لا تتيمم إلا بعد أن تزيل ما استطعت إزالته من هذه النجاسة، لابد أن تخففها أولا بإزالة ما تقدر عليه، الباقي الذي لا تقدر على إزالته تتيمم بدلا عنه. وضحت هذا؟ وضحت هذه الصورة؟ أيوة. شرط لم يذكره، وهو أن تكون هذه النجاسة مما لا يعفى عنه، وهذا سندرسه في باب النجاسات، لأنه بعض النجاسات أو قدر من النجاسات يعفى عنه إذا وجد على البدن فتصح معه الصلاة، يصلي وهو على بدنه أو على ثوبه. إذا كان القدر الموجود من النجاسة مما يعفى عنه فإنه لا يشرع له أن يتيمم، لأن الشارع قد عفى عنه ابتداء. فإذا النجاسة التي على البدن يتيمم عنها عند الحنابلة على هذه الرواية، والقول الثاني في المذهب كقول الباقين، كقول الأئمة الثلاثة، أن التيمم لا ينوب عن الماء في تطهير البدن، في تطهير البدن من النجاسة، لكن هذا المذهب.
المذهب أن النجاسة على البدن إذا عجزنا عن غسلها بالماء نتيمم عنها، لكن بهذين الشرطين: الشرط الأول أن تكون هذه النجاسة مما لا يعفى عنه، والشرط الثاني أن تخفف بقدر الاستطاعة. قال: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن من الشروط بعد كل هذا الاستطراد رجع إلى الكلام عن شروط التيمم. الثامن من الشروط أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. يقول: الشرط أن يكون بتراب، هذا الوصف الأول لما يتيمم به، ما يتيمم به لا بد أن يكون ترابا، ولا بد أن يكون طهورا، ولا بد أن يكون مباحا غير محترق له غبار. هذه خمسة أوصاف لما نتيمم به. أول هذه الأوصاف التراب. التراب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا هذا الحديث مقيد للحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفيها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في هذا الحديث قال الأرض، كل الأرض يعني التراب وما على هذه الأرض من حجارة وغير ذلك. هذا الإطلاق الموجود في هذا الحديث يقول الحنابلة والشافعية مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني: وجعلت تربتها لنا طهورا، فلا يصح التيمم إلا بالتراب، ولا بد أن يكون هذا التراب مما يصلح للإنبات، مما يصلح للإنبات. تراب ينبت يعني، ليس رملا، ليس رملا، الرمل الذي لا يعلق باليد، الرمل في الصحاري إذا وضعت يدك فيه لا يعلق منه شيء باليد، فلا يصلح للتيمم، لا بد أن يكون ترابا مما ينبت. واستدلوا على كونه مما ينبت بقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا طيبا. قالوا: والطيب هذا مفسر في القرآن بالإنبات في قول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب يخرج نباته، إذن ينبت، فلا بد أن يكون ترابا. والشرط الثاني أن يكون هذا التراب طهورا، يعني طاهرا ومطهرا، بحيث لا يكون مستعملا، لا يكون مستعملا. أما المستعمل في التيمم، والمستعمل المقصود به المتساقط من أعضاء المتيمم، التراب الذي يتساقط من أعضاء المتيمم، هذا طاهر غير مطهر، طاهر غير طهور، فلا مثل الماء كما سبق معنا في مسألة الماء المستعمل، والماء الذي خالطته طاهرات تغلب عليه، والتراب كذلك، لأنه نائب عن الماء، بدل عن الماء، فيشترط فيه ما يشترط في الماء. مباح يعني غير مغصوب ولا مسروق، مأذون في استعماله، فإذا لم يكن مأذونا في استعماله لم يصح، مثل الماء. غير محترق، فالتراب الذي طبخ وصنع منه الآجر، اللبن هذا الذي يبنى به، لو فتتنا الواحدة من اللبن فتتناها وصيرناها ترابا فإنه لا يصح أن نتيمم به. لماذا لا يصح أن نتيمم به وقد فتتناه؟ قالوا: لأن النصوص دلت على أنه لا يتيمم إلا بالتراب، وهذا بعد الطبخ والإحراق لا يقال عنه تراب بإطلاق، يعني لا ينطبق عليه هذا الاسم هكذا بدون قيود، لا بد أن نقول تراب مأخوذ من اللبن أو مفتت من اللبن. له غبار يعلق باليد، هذا آخر القيود، يعني لا بد أن يكون التراب الذي نتيمم به تنتقل أجزاء منه باليد أثناء استعماله، تنتقل أجزاء منه باليد عند استعماله، فيصل إلى الوجه عندما نمسح الوجه، يصل إلى الوجه شيء من التراب، عندما نمسح اليد يصل إلى هذه اليد شيء من التراب. من أين أخذوا هذا الشرط؟ من الآية،
قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه هذه من كلمة من حرف جر لها معان في اللغة العربية، من هذه المعاني التبعيض، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ببعض منه، أوصلوا إلى هذه الأعضاء بعضا من التراب. فلا بد إذن أن يكون له غبار يعلق باليد، يعني يلتصق باليد بحيث يصل إلى العضو الممسوح، العضو الممسوح. وبهذا نفهم أنه لو ضرب الإنسان على أي شيء، على أي شيء موجود عليه غبار، عليه غبار يلتصق باليد يعني يعلق باليد فنستطيع مسح العضو به فإنه يصح التيمم. لو هذا الكرسي الذي أنا جالس عليه عليه غبار فضربت عليه بيدي والتصق بيدي شيء من الغبار فإنه يصلح للتيمم، يصلح للتيمم، لأن المقصود هو استعمال الغبار في مسح العضوين. له غبار يعلق باليد. قال فإن لم يجد ذلك، ذلك إشارة، ذلك إشارة إلى ما إشارة؟ إلى التراب هذا الذي كنا نتحدث عنه. إذا لم يجد التراب، إذا لم يجد التراب، وهو أصلا لا يجوز له أن يستعمل التراب إلا إذا كان عاجزا عن الماء، أليس كذلك؟ فلما نقول هو عاجز عن التراب أيضا، يعني لم يجد التراب، معناه أصبح عاجزا عن الأمرين، عاجز عن الماء وعاجز عن التراب. يسميه الفقهاء فاقد الطهورين، فاقد الطهورين. فاقد الطهورين ماذا يفعل إذا دخل عليه وقت الصلاة؟ يصلي ولا يترك الصلاة لأنه لا يجد شيئا يتطهر به؟ قال يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي. قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض، صلى الفرض وجوبا، يجب عليه أن يصلي الفرض ولا يعذر في ترك الصلاة بغير طهارة، فيصلي بحسب حاله، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. شخص مثلا محبوس، محبوس في مكان لا يستطيع فيه استعمال ماء ولا استعمال تراب ليتيمم، فإذا جاء وقت الصلوات ماذا يفعل؟ يصلي بحسب حاله. مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا يستطيع أن يستعمل التراب، إما لعدم وجود التراب وإما لعدم وجود من يعينه على الاستعمال، فيصلي أيضا بحسب حاله. فالصلاة لا تسقط عن الإنسان العاقل، الإنسان ما دام عاقلا فالصلاة لا تسقط عنه بعذر من الأعذار، حتى في حال القتال والمعركة كما تقرون أنتم في سورة النساء أمر الله تعالى بالصلاة حال القتال كيفما استطاع الإنسان أن يصلي. ففاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي، لكن ما دام يصلي بلا طهارة الفقهاء يقولون يصلي بحسب الضرورة، لأنه هذه حالة الضرورة، الأصل أنه لا يجوز له أن يصلي بغير طهارة، لكن جاز له الآن أن يصلي بغير طهارة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني يؤدي القدر المطلوب منه، القدر المفروض عليه، فيصلي الفرض فقط، فلا يتنفل بنوافل الصلاة، لم يتوضأ ولم يتيمم، لا يصلي نوافل، يصلي الفريضة فقط. وفي ذات الفريضة، في نفس صلاة الفريضة أيضا لا يؤدي فيها النوافل المستحبات، يؤدي المفروض فيها فقط في داخل الصلاة نفسها. ولذلك قال المؤلف صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، في صلاته لا يزيد على ما تصح به الصلاة. فالقراءة مثلا القدر المجزئ هو قراءة الفاتحة، فلا يزيد على قراءة الفاتحة. في الركوع إذا ركع القدر المجزئ أن يسبح تسبيحة واحدة عند الحنابلة، لأن التسبيح واجب والواجب تسبيحة واحدة، فلا يزيد تسبيحة ثانية، وفي السجود لا يزيد تسبيحة ثانية، وهكذا يقتصر في الصلاة على قدر المجزئ، لأنه أبيحت له هذه الصلاة للضرورة، والضرورة كما قلنا تقدر بقدرها. قال ولا إعادة، يعني لا يكلف إعادة هذه الصلاة، لأنه قد أدى ما كلف به بحسب استطاعته. ثم قال فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. هذا الشروع الآن في بيان
واجبات التيمم، فروض التيمم، مبطلات التيمم، وما إلى ذلك من المسائل. قال: واجب التيمم التسمية مثل الوضوء قياساً على الوضوء، وتسقط سهواً. وفروضه خمسة. الفروض هي التي لا تسقط بالسهو، لا بد من أن يفعلها لتصح الطهارة. أولها مسح الوجه، مسح الوجه بالتراب. هذا الوجه في التيمم، الوجه في التيمم هو الوجه في الوضوء الذي درسناه في الوضوء، الطول والعرض الذي حددناه في الوضوء، من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس في العادة إلى أسفل الذقن طولاً، وإن كانت له لحية زائدة مسترسلة مع اللحية المسترسلة. هذا حدود الوجه في الوضوء كما درسناه، هو نفسه الوجه الذي يمسح في التيمم بالتراب، إلا أنه يستثنى منه هنا في التيمم، يستثنى أمران. الأمر الأول المضمضة والاستنشاق، فلا يشرع له أن يدخل التراب إلى فمه ولا إلى أنفه، لأن في ذلك حرج ومشقة. الأمر الثاني تحت الشعر، أصول الشعر، لا يجب عليه إيصال التراب إلى أسفل الشعر الخفيف بخلاف الوضوء. في الوضوء درسنا أن الشعر الخفيف يجب عليه أن يغسل باطن الشعر ويوصل الماء إلى البشرة. في التيمم لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى أصول الشعر ولو كان الشعر خفيفاً. هذا الفارق في مسألة الوجه بين الوجه في التيمم والوجه في الوضوء. قال: ومسح اليدين إلى الكوعين، يعني ومن فروض التيمم أن يمسح اليدين. واليد إذا أطلقت، يعني إذا لم تقيد بكونها إلى المرفق أو إلى الإبط أو إلى الرسغ، إذا أطلقت قيل اليد فقط، فإنها محمولة على الكف، المقصود بها الكف، استدلالاً بقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسنة بيّنت أن اليد التي تقطع هي الكف فقط، فدل هذا على أن اليد إذا أطلقت فالمقصود بها الكف. ولذلك قال المؤلف إلى المؤلف قال إلى الكوعين. الكوع ما هو؟ الكوع هو العظم الذي في آخر الزند أسفل أصل الإبهام، هذه الإصبع يقال لها الإبهام. العظم الذي في أسفل الزند يلي الإبهام، يلي الإبهام، هذا يقال له الكوع. الكوع والذي يلي الخنصر، الإصبع الصغرى هذه، العظم الذي يقابلها في أسفل الساعد في أسفل الزند، يقال له الكرسوع. الكرسوع وما بينهما، ما بين الكوع والكرسوع، يقال له الرسغ. الرسغ فيقول يجب عليه أن يمسح يديه إلى الكوع، إلى الكوع يعني يمسح الكف، الكف إلى الرسغ، إلى الرسغ. أما البوع ففي القدم، العظم الذي يلي إبهام الرجل، الذي يأتي بعد إبهام الرجل يقال له البوع. والعوام إذا أراد أن تسب شخصاً يقولون إيش؟ ما يعرف إيش؟ كوعهم بوعه، صح؟ وأكثر الناس ما يعرفون كوعهم من بوعهم صدق. فالكوع في اليد والبوع في الرجل. فيقول يجب عليه أن يمسح اليد إلى الكوعين. للحديث، حديث عمار في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. فاقتصر عليه الصلاة والسلام على تطهير الكفين. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، الترتيب في الطهارة الصغرى. التيمم كما سبق معنا قبل قليل ينوب عن الوضوء وينوب عن الغسل، فمن عليه حدث أصغر وأراد أن يصلي ماذا يفعل؟ يتيمم. من عليه جنابة وأراد أن يصلي ولا يجد ماء أو لا يقدر على استعماله ماذا يفعل؟ يتيمم. إذن التيمم ينوب عن الطهارة الصغرى وينوب عن الطهارة الكبرى. الترتيب بين أعضاء التيمم، وهما عضوان كما درسنا الآن في الثاني والثالث، الوجه والإيش؟ الوجه والكفان. الوجه والكفان عضوان في التيمم. يقول إذا كان يتيمم نيابة عن الوضوء، إذا كان يتيمم نيابة عن الوضوء يلزمه الترتيب، لأن الترتيب ركن في الوضوء كما درسنا قبل، صحيح ولا لا؟ والبدل له حكم المبدل. أما إذا كان يتيمم نيابة عن الغسل، بدل الغسل،
فالغسل ليس فيه ترتيب، يمكن للمغتسل أن يبدأ بغسل رجله ويغسل هكذا البدن من الأسفل إلى الأعلى، ويمكن أن يعكس. فالغسل ليس فيه ترتيب، البدل عنه أيضا ليس فيه ترتيب. فهمنا؟ إذن الترتيب في التيمم، الترتيب في التيمم فرض إذا كان بدلا عن الوضوء، وليس بفرض إذا كان بدلا عن الغسل. هذه مسألة الترتيب بين أعضاء التيمم، مسألة الترتيب بين أعضاء التيمم. عندنا مسألة ثانية في الترتيب الآن سيذكرها هو، قال: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. سبق معنا نحن في أحكام الجبيرة، في الجبيرة، أن الإنسان إذا كانت عليه جراح أو جبيرة لا يستطيع أن يطهرها بالماء فإنه يتيمم، أليس كذلك؟ الجبيرة الموضوعة، الجبيرة الموضوعة بغير طهارة، الجبيرة الموضوعة بغير طهارة، ماذا يفعل صاحبها؟ يتيمم. الجبيرة الموضوعة على طهارة لكن أكثر من مكان الحاجة ولا يستطيع نزعها، ماذا يفعل؟ يمسح بالماء على محل الحاجة ويتيمم عن الزائد هذا. إذن هو في طهارة الوضوء نفسها سيجمع بين غسل الأعضاء الصحيحة وبين التيمم عن الجبيرة، هكذا ولا لا؟ درسنا هذه المسألة هناك، أنه لا ينتقل من العضو التي من العضو الذي عليه الجبيرة إلى العضو الذي بعده إلا بعد أن ينتهي من تطهير هذا العضو بغسل الصحيح والتيمم عن الجريح، التيمم عن العليل. فلو كانت الجبيرة على ساعده مثلا، الجبيرة على ساعده، هذا إذا غسل وجهه، توضأ، بدأ الوضوء وغسل وجهه، جاء دور اليدين، جاء وقت غسل اليدين، عندما يغسل يديه الآن نقول له اغسل المكشوف وتيمم عن الجبيرة هذه التي وضعتها مثلا على غير طهارة، صحيح؟ فأنت الآن عند تطهير اليدين بالخيار، إما أن تبدأ بالتيمم بدل الجبيرة وبعد ذلك تغسل الأعضاء المكشوفة، وبعد أن تنتهي من هذا وهذا تنتقل إلى مسح الرأس، أو أنك تعكس فتبدأ بغسل الصحيح ثم تتيمم عن الجبيرة وبعد الانتهاء أيضا من هذا وهذا تنتقل إلى مسح الرأس. لكن على كل تقدير ليس له أن يقدم التيمم قبل الوضوء، وليس له أن يؤخر التيمم إلى ما بعد الوضوء، لأن الترتيب هنا فرض، يعني في الوضوء، الترتيب في الوضوء فرض، فلا يصح أن ينتقل إلى الرأس إلا بعد أن ينتهي من اليدين. فهمنا هذا؟ أما إذا كان يغتسل عن الجنابة، إذا كان يغتسل عن الجنابة، الجنابة ليس فيها ترتيب، كانت مثلا الجبيرة على ساعده وعليه جنابة، يجوز له أن يبدأ فيتيمم عن الجبيرة وبعدين يغسل باقي الجسد، ويجوز له أن يعكس فيبدأ بغسل الجسد كله ويؤخر التيمم إلى ما بعد الاغتسال فيتيمم. فهمنا؟ لأنه لا ترتيب في الاغتسال. قال الرابع: الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح، يعني من فروض التيمم المتابعة بين العضوين، التيمم فيه عضوان فقط، الوجه والإيش والكفين، فمعنى الموالاة المتابعة، أن لا يفصل بين الكفين والوجه فاصل طويل، بحيث لو كان الوجه مغسولا كان سيجف، يعني نقدر تقدير، لأنه ممسوح بالتراب الآن، ممسوح بتراب، لكن نقدر تقدير أنه كان مغسولا، فإذا فصل بين الوجه واليدين وقت لو كان الماء على الوجه جف، فنقول عليك أن تعيد التيمم من أوله، لأن الموالاة فرض. قال: فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. هذه مسألة جديدة الحقيقة، ليست مرتبة على السابقة، مثل الأولى، مثل الأولى. ولذلك الأحسن في المسألتين أن نستبدل الفاء بواو، أن نستبدل الفاء بواو، بدل أن نقول فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، نقول ويلزمه، يعني كلام مستأنف، كلام جديد، انتهينا من المسألة الأولى ودخلنا في مسألة جديدة، يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل
التيمم يلزم غسل الصحيح عند كل تيمم. هذه مسألة مبنية على مسألة التيمم، هل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث الذي كنا نقول عنها قبل قليل، واتفقنا أن التيمم لا يرفع الإيش على المذهب، لا يرفع الحدث، وأنه لا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت، لا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت. فإذا تيمم بعد دخول الوقت، فإذا خرج هذا الوقت، بطل التيمم، لأنه يحتاج إلى تيمم جديد، لأنه قلنا بعد دخول الوقت يحتاج أن يتيمم. فهمتم هذا؟ طيب، صاحبنا هذا، صاحب الجبيرة هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، على ساعده جبيرة واحتاج أن يتوضأ، كنا نأمره بأن يتيمم، صحيح؟ أثناء الوضوء يتيمم عن الجبيرة. هذا توضأ وتيمم بالنيابة عن الجبيرة، دخل وقت الصلاة الثانية، يقول المؤلف بطل التيمم، هو كان تيمم ولا لا؟ بطل التيمم. إذا بطل التيمم، كان التيمم عن محل الجبيرة، صح كذا؟ بطل التيمم عن هذا المحل. إذن يقول الآن ننظر، إذا كان قد فاتت الموالاة، نحن سنكلفه أصلاً، الآن أن يعيد التيمم، لأن التيمم الأول بطل، فإذا كلفناه بأن يعيد التيمم فكأننا نكلفه بتطهير اليد ولا لا؟ فلننظر إذن، يقول فلننظر إلى العضو السابق لليد، وهو الوجه. فإن كان قد جف، من الوضوء السابق، فإنه يؤمر بإعادة الوضوء كله لفوات الموالاة في الوضوء. واضح الكلام؟ هكذا إذا المسألة مبنية على الموالاة. فلو أن الشخص مثلا، عليه مانع يمنعه من استعمال الماء في رجله، فتوضأ وتيمم نيابة عن الإيش؟ عن الرجلين في آخر الوقت، الصلاة الأولى، تيمم في آخر الوقت، بمجرد خروج الوقت، يبطل التيمم السابق. والآن إذا أراد الصلاة يلزمه أن يتيمم بدل التيمم السابق الذي بطل. طيب، هل يلزمه التيمم فقط ولا يعيد الوضوء من أوله؟ الآن ننظر إلى الأعضاء السابقة، هل لا تزال رطبة؟ هل علي العضو السابق للرجلين، هل لا يزال عليه آثار من الماء، رطوبة الماء؟ فإذا كان لا يزال نقول يكفيك أن تتيمم، لأنه إذا تيمم حصلت الموالاة في الوضوء. إذا فاتت الموالاة يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله. قال الخامس: تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء. تعيين النية، نحن اتفقنا من قبل أن من فروض من شروط التيمم النية. النية يعني أن ينوي، يقصد بتيممه شيئا. يقول يلزمه أن يعين النية لما يتيمم له، ويعين النية أيضا للسبب الذي يتيمم، بسببه، أي لما يتيمم عنه. فالشخص إذا بال مثلا، واحتاج أن يصلي ولا يستطيع استعمال الماء، فإنه نقول له تيمم. لماذا يتيمم؟ يتيمم عن الحدث، أو نقول يتيمم من الحدث. واضح الكلام؟ طيب، لماذا يتيمم؟ ماذا يريد أن يفعل؟ للصلاة، إذن هناك شيء يتيمم عنه أو منه، وهناك شيء يتيمم له ليفعله. كلاهما يحتاج في النية إلى تعيين، يعين ما هو السبب الذي الفعل الذي يريد أن يفعله بعد التيمم، وما هو السبب الذي تيمم بسبب وجوده.
فيقول تعيين النية لما يتيمم له، يعني للشيء الذي يريد أن يفعله بعد التيمم، صلاة، مس مصحف، قراءة قرآن، ذكر، طواف، إلى غير ذلك. يعين السبب، يعين الفعل الذي يريد أن يفعله من حدث أو نجاسة، يعني ويلزم أيضاً أن يعين الشيء الذي يتيمم من أجله بسببه. فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء. إذا تيمم بنية الحدث الأصغر، يعني استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر، فإنه لا يجوز له أن يفعل شيئا، لا يجوز له أن يفعل شيئا يمنعه منه الحدث الأكبر. ما دام نوى التيمم نيابة عن الحدث الأصغر أو بسبب الحدث الأصغر، فإنه لا يزال محدثا حدثا أكبر، والعكس كذلك. شخص جنب تيمم ليقرأ القرآن، لأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن تيمم من أجل أن يقرأ القرآن، فهو تيمم بسبب الجنابة، هكذا نوى أنه يتيمم بسبب الجنابة، واضح الكلام؟ وكان عليه حدث أصغر، فالحدث الأصغر باقٍ، إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتيمم عن الحدث الإيش؟ الأصغر، لا بد من التعيين، لأن التيمم معناه في الأصل القصد، فلا بد أن ينوي الشيء الذي تيمم من أجله والشيء الذي تيمم له. إذا نوى الاثنين معا بتيمم واحد، تيمم لاستباحة شيء من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، حصل الأمران. لو فعل من أجل الثلاثة، من أجل نجاسة على بدنه، ومن أجل الحدث الأكبر، ومن أجل الحدث الأصغر، حصل الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الكلام فيما لو لم ينوي، إذا لم ينوي لا يحصل له إلا الشيء الذي نواه أصغر أو أكبر، أو تطهير بدن من نجاسة، واضح الكلام؟ لكن لو كان عليه أكثر من سبب للحدث الأصغر، يعني بال وتغوط ونام، هذه ثلاثة أسباب للحدث الأصغر، صحيح؟ فهو تيمم بنية الحدث من البول فقط، تحصل له الأحداث الأخرى، الغائط والنوم، ولو لم ينويها، لأنها كلها تشترك في أنها حدث إيش؟ أصغر. لكن كلامنا عن الحدث الأصغر والحدث الإيش؟ الأكبر. وإن نواهما أجزاء. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء لأنه نائب عن الوضوء، فكل ما درسناه من مبطلات الوضوء هي أيضا مبطلات للتيمم. ووجود الماء، هذا في حق من تيمم لعدم الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. وخروج الوقت كما قلنا قبل قليل، وزوال المبيح له، زوال المبيح للتيمم، إذا كان يتيمم من أجل مرض مثلا وشفي، فإنه لا يجوز له أن يتيمم بعد ذلك، ويبطل التيمم السابق نفسه، يبطل بزوال المبيح. وخلع ما مسح عليه، خلع ما مسح عليه أو ما يجوز المسح عليه، وهو الخف أو العمامة كما درسنا في الوضوء. فلو أن الإنسان لبس خفا بعد الوضوء بعد طهارة كاملة، هذا يجوز له أن يمسح عليه ولا لا؟ يجوز له أن يمسح عليه. أحدث بعد هذا اللبس، الآن هو لو توضأ بالماء يجوز له أن يمسح على، لكنه ما عنده ماء، ما في ماء، أو يعجز عن استعمال الماء، فتيمم. يتيمم في عضوين فقط، أليس كذلك؟ يتيمم في عضوين. طيب، بعد أن تيمم نزع الخف، في الوضوء درسنا هذه المسألة، لو توضأ ومسع الخف ثم نزعه، إيش حكم الوضوء؟ باطل الوضوء عند الحنابلة، باطل، صحيح؟ هنا في التيمم يقولون أيضاً التيمم باطل، مع أن الرجل لا علاقة لها بالتيمم، الرجل أصلاً لا يمسح عليها في التيمم، صح ولا لا؟ فالمسح على عضوين، يقولون التيمم متعلق بالعضوين فعلاً، يعني من حيث الفعل، ومتعلق بالأعضاء كلها من حيث الحكم، لأنه قائم مقام الوضوء، فما أبطل الوضوء يبطله. قال: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. إذا وجد الماء وكان قد تيمم بسبب فقد الماء،
فوجد الماء. درسنا قبل قليل أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، لكن يقول إذا وجده أثناء الصلاة وهو داخل الصلاة بطلت، بطلت. فإذا كان يصلي الظهر مثلاً بالتيمم لعدم الماء وجاء شخص معه ماء وهو في لا يزال داخل الصلاة بطلت هذه الظهر، وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، يبدأ الصلاة. والرواية الثانية عن أحمد أنه إذا وجده وهو في الصلاة لا تبطل، لأنه قد شرع في الصلاة، بدأ في الصلاة على الوجه الذي أمره به الشرع. قال وإن انقضت لم تجب الإعادة. إذا وجد الماء بعد أن انتهى من الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة لم يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأنها عبادة أديت على الوجه الذي أمر به الشارع. أدركنا الوقت، وبقي من مسائل التيمم صفة التيمم نأتي عليه إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.